النهارده دكتور علي عبد العال رئيس المجلس اشتبك مع جزئيه مهمه جدا بتمس عدد كبير جدا من المواطنين وانا واحد منهم. خلال اخر 24 ساعه انا في قدامي حالتين مصابتين بكورونا او عندهم اعراض شديده وحاله اعياء شديده زي غيري من الناس اللي بتحاول انها توجد حل للناس، اما لصديق قريب او حتى غريب والله. فبنحاول ان احنا بنحاول مع وزارة الصحة، طيب الناس مشكورين والخط بيتجاوب والكلام ده كله، ولكن محتاجين مسحة، محتاجين اشعة مقطعية. طب الناس لا عارفة تروح تعمل مسحة الا الوضع صعب. طب اشعة مقطعية المستشفيات تقول لك والله لا الجهاز بايظ، او لا هات الاول مسحة نتيجة مسحة عشان اقدر ادخلك. حد توفق وقدر يدخل ولكن دفع مبلغ مش قليل عشان يدخل. فالنهاردة الدكتور علي عبد العال قال باللفظ يعني ان فواتير المستشفيات الخاصة في علاج مصابي كورونا مرعبة، واحنا في ظرف خاص زي ظروف الحرب، وان قانون الطوارئ بيمنح الحق لرئيس الجمهورية انه يوجه بتدخل الدولة لادارة المستشفيات الخاصة في هذه الظروف، وقال اتمنى الا تصل الدولة لاستخدام هذا الحق. بشكل موازي شفنا النهاردة اجتماع عقدته الوزيرة هالة زايد وزيرة الصحة مع ممثلي غرفة مقدمي الخدمات الطبية أو الصحية بالقطاع الخاص اللي بيرأسها الأستاذ الدكتور علاء عبد المجيد، وكان حاضر الاجتماع عدد كبير من ممثلي كبريات المستشفيات العاملة في مصر، المستشفيات الخاصة اللي احنا بكل تأكيد هم سندنا، زي مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات الجامعية ومستشفيات الجيش والشرطة سندنا، هم كمان المستشفيات الخاصة هم سندنا، هم برضو اللي احنا لازم نلجأ إليهم يعني. فتعالوا نعرف الحقيقة وننقل هذه الأفكار إلى الدكتور علاء عبد المجيد رئيس غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص. يا دكتور علاء مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أستاذ عمرو، وتحياتي لحضرتك ولجميع المشاهدين. ده أنا اللي بشكر سيادتك لوجودك معانا النهارده. دكتور علاء طمنا الأول، الاجتماع النهارده مع الدكتورة هالة زايد وصل لفين؟ والله هو الاجتماع النهارده يعني ده كان اجتماع مهم جدا، وبالذات في الظروف الحرجة وجائحة كورونا. وبس احب يعني بدايه كده اقول لحضرتك ان احنا في تشاور مستمر مع وزاره الصحه في جميع الاوقات اللي بيكون في احتياج للقطاع الخاص للتدخل فيها. عظيم. زي سابقا مبادره 100 مليون صحه الرئيس عشان فيروس سي، وبعد كده قوائم الانتظار، وكثير من المستشفيات الخاصه بتقوم باداء الجراحات اقل من سعر التكلفه حتى كمان. الحقيقه انا يهمني ما انا حتى يا فندم والله انا اسف المقاطعه، بس قلت ان حضراتكم سند للمواطن المصري وسند للوطن مع باقي المستشفيات والقطاعات يعني. بالظبط تمام حضرتك، وان الوزاره ماشيه على خطه في التدرج في ادخال المستشفيات، يعني بدانا بالحميات والصدريه، وبعدين بعد كده بدا المستشفيات اخرى في وزاره الصحه تدخل، والتامين الصحي والجامعه وما الى ذلك. فبالتالي وقت ما هيحتاج الدوله لدخول القطاع الخاص احنا لا نتردد اطلاقا. واذا كان في بعض ممارسات من بعض مستشفيات حدثت فده لابد من اتخاذ اجراء وقرار بالنسبه لها. لكن احب اطمن حضرتك ان القطاع الخاص في مصر يعني يمكن ما بتسمعش غير كل مشاركه ومسانده للدوله في اوقات الشده بالذات يعني. الحقيقه النهارده كان الاجتماع يعني المشكلة مش مشكلة أسعار وارتفاع أسعار بس، ده أنا كمان كنا بنتكلم النهاردة على إن لابد من وجود يعني كريتيريا أو مواصفات معينة للمستشفيات اللي هي بتعالج كورونا، لأن مش ممكن إن أنا مستشفى تكون بتعالج كورونا وبتعالج أمراض تانية بدون مواصفات معينة، ويتم أنا بدل ما بعالج مرضى أكون أنا بنشر المرض. حصل يا فندم في أكتر من مكان. هل حضراتكم تدخلتم مع هذه المستشفيات أو ما يسمى مستشفيات لعلاج كورونا؟ بالظبط كده، هو ده الكلام النهاردة كان، إن إحنا لابد من التزام المستشفيات اللي بتعالج كورونا بالشروط اللي حطتها وزارة الصحة فيما يخص العزل وبروتوكولات العلاج كمان. اللي يقوم بالاشراف على ده هتتكون فرق من العلاج الحر لمراقبه الامور دي وتصحيح اي مسارات خاطئه في الممارسات، ده بالاضافه لانها هتراقب الاسعار بحيث ان هي ما يبقاش في نوع من الاستغلال للمرضى بالشكل البشع اللي احنا كلنا مش راضيين عنه. طيب معلش يا دكتور، انا اسف جدا وحضرتك يعني اذا اذنت لي،
كل واحد فينا النهارده بدأ يتعرض ليه ناس من معارفه أو قرايبه، يضطر إن هو ينزل يوديهم يروحوا المستشفى. فإيه الحد اللي حضرتك تقول عليه، حد أدنى وحد أقصى للناس إنها تتعامل معاه؟ أنا سمعت إمبارح فكرة الـ 10,000، إن واحد لازم أدفع 10,000 عشان أدخل وأدفع 3 ليالي مؤقت، يعني عفوا يعني مقدم. واحد تاني بيقول لي لا ده أنا 25,000 جنيه مطلوبة مني في الليلة. فالفروق مش مفهومة يا دكتور. أقول لحضرتك حاجة، ده كان السبب الثاني للاجتماع النهاردة، وهو إن كبرى المستشفيات زي ما حضرتك تفضلت كانت موجودة النهاردة، والمستشفيات مش بس كبرى المستشفيات، المستشفيات كمان اللي بتعالج كورونا، بحيث إن يعني حسب الاتفاق مع الوزارة إن تبقى الأسعار في حدود تكلفة المريض الفعلية، مش انا بحط ارقام بلا معنى. لا، اللي هي كام يا فندم؟ معلش، اللي هي كام؟ يعني انا قدامي مثلا تعريفه او تكلفه اليوم للمريض في العزل بغرفه بالقسم الداخلي، يعني واحد داخل على سرير من 1500 ل 3000 جنيه في الليله، ممكن اقول لحضرتك يمشي الحال، انما ليه ادفعه 10,000 جنيه بس عشان ادخل على سرير؟ لا، ده 10,000 اللي هي كانت الصدر دي كانت عشان العنايه المركزه. يعني حضرتك لما تيجي لمرض عادي من الامراض اللي هي بتدخل العنايه المركزه، لو ما اتكلمناش على الكورونا، فهتلاقي التكاليف في العنايه المركزه عاده بتكون تكاليف مرتفعه، لان بيبقى فيها يعني فاكتورز كتيره جدا من اجهزه ومن تحاليل ومن فحوصات اخرى، يعني بتبقى التكلفه طبيعتها في العنايه المركزه عاده بتبقى مرتفعه شويه. يعني احنا بنتكلم غرفه عنايه مركزه، انا اسف المقاطعه مره ثانيه، بجهاز تنفس صناعي من 7500 ل 10,000، لو من غير تنفس صناعي من 5,000 ل 7,000. ولكن والله يا دكتور علاء، وانا اقسم لحضرتك بالله ان مستشفيات كبيره ومش هينفع اقول اسمائها على الهواء، والله ما نفذت ده. هو يعني هو تسعير الخدمه في حد ذاته استاذ عمرو بيبقى له مجموعة بارامترز معينة، وكل حاجة بيتحط لها الرقم اللي هي تكلفتها والمستلزمات بتاعتها والأدوية بتاعتها. وحضرتك عارف إن في أدوية في علاج الكورونا قد تصل ل 4,000 و5,000 الجرعة يعني. مظبوط. فهو علشان كده أنا ما أقدرش أقول غير إن احنا المستشفيات الاربعة كل واحد فيهم اللي كانوا موجودين المستشفيات الكبرى دي حاطط حساب تكاليف، بحيث ان انا لما باجي احكم على السعر ده غالي او رخيص يبقى بناء على تكلفة، فالتكلفة دي درست والمستشفيات مشكورة كلها كمان نزلت عن الاسعار العادية اللي هي بتتعامل فيها مع المرضى العاديين. طيب استقريتوا عند سعر كام يا دكتور علاء؟ الاربع مستشفيات الكبيره. أنا حضرتك السعر ده حاليا بيدرس في وزاره الصحه حسب التكلفه، بحيث ان هو يبقى السعر مقبول جدا وريزنبل، يعني معتدل، بحيث ان يبقى ما فيهوش المغالاه اللي موجوده حاليا. يعني حضراتكم مشكورين، قلتوا ان احنا هنحط مثلا التكلفه لو هي مثلا 10,000 احنا هنمشيها بتسعه فرضا يعني، والوزاره بتدرس السعر ده مش كده؟ بالظبط كده، يعني هو ده اقرب ما يكون للي حصل النهارده. والحقيقه يعني زي ما قلت لحضرتك، اذا كان في ممارسات فدي بالتاكيد هتؤخذ بحزم شديد جدا جدا، والرقابه هنا مش بس انك تحط سعر، المهم انك انت ازاي تراقب استمراريه ان الناس تلتزم بهذا السعر. طب ما تزعلش مني يا دكتور علاء، حضراتكم بتعملوا ده، وحضرتك كرئيس او مسؤول عن غرفه مقدمي الخدمات حضرتك مشكورا، وكبرات المستشفيات بتعمل ده، ولكن تستشعر ان في مستشفيات لا رقيب ولا حسيب، وبيرفض اللي يرفضه ويقبل اللي يقبله بالتسعيره اللي هو عايزها، فهنا المواطن يعمل ايه؟ انا كمواطن خايف على ابويا وامي واولادي، اعمل انا ايه في الحاله دي؟ انا هقول لحضرتك، هو دلوقتي العلاج الحر هو المنوط بيه ان هو بيعمل تفتيش على المستشفيات دي، ولو في اي شكوى من اي مريض بياخدها وبيحقق فيها وبيجيب حق المريض، بحيث ان ما يحصلش هذه التجاوزات. بس اقدر اقول لحضرتك ان دي يعني مصر فيها اكثر من 2600 مستشفى خاص، يعني اذا كان الممارسات دي بتحصل من البعض فدولت اقليه جدا جدا، ودول كان من ضمن الاسباب الاجتماع برضه النهارده ان يبقى في اليه لمراقبه ومحاسبه الناس اللي بتطلع
بره هذا. ما هي دي الآلية؟ يعني أنا أشكر حضراتكم، لأن لو في أنا مثلا عارف النهاردة أو سمعت الحالة اللي أنا كنت بحاول ألاقي لها نفس إنها تتنفسه أو جهاز تنفس صناعي أو حتى أشعة مقطعية، إن في مستشفى ما المستشفى دي خلاص هي جهزت مبنى خاص اللي بيروح على طول يدخل يعمل الأشعة المقطعية ويدخل لو عايز يتحجز، أو يروح بقى إيه يمشي في سكة العزل المنزلي. ولكن مستشفيات كتير جدا لا تراعي الاشتراطات، لا تقبل الناس، لدرجة يا دكتور امبارح طفلة صغيرة دماغها اتفتحت وبتنزف، مفيش مستشفى عايزة تقبلها، ودي قريبة أو بنت أخت واحدة زميلة مذيعة. يعني حضرتك متخيل الوضع وصل لفين؟ والله هو يعني أي مخالفة بتحصل المريض بيتجه لإدارة العلاج الحر، هي بتحقق وبتجيب له حقه تماما يعني. لكن طبعا ان في اخطاء تحصل، ده يعني اذا كان ده بيحصل فلا بد من ان يكون له اعطاء. طب حضرتك قلت ان بيتم اتخاذ اجراءات ضد المستشفيات المخالفه، كم مستشفى مخالفه يا فندم انذرت؟ والله هو الاجتماع النهارده كان نتج عنه ان هيبقى في فرق من العلاج الحر، ودي هتقوم بمتابعه هذا الكلام. يعني برضه نبه حضرتك لحاجه او اذكر حاجه، ان قد يكون العقاب لحد غلق المستشفى. تمام. هو احنا ما نتمناش الغلق، لكن نتمنى التصويب يا دكتور، لان احنا في عرض كل جهد يعني. هو التصويب بيكون برضه يعني المخالف لابد ان هو بيوجه نظره وبيمنح مهله، واذا لم يتم فطبعا لازم بد ان يكون العقاب الاقوى. يعني طبعاً. كل ده موجود بالنسبه لتعاملات العلاج الحر مع المستشفيات الخاصه. فالحقيقه الاجتماع النهارده كان بيغطي كل الجوانب اللي انا ذكرتها لحضرتك. طب دكتور معلش اخيرا، ممكن حضرتك تقول لي وسيله تواصل للناس اللي بتسمعنا دلوقتي ومش عارفه تعمل اشعه مقطعيه ولا عارفه تعمل تحليل، لدرجه ان بقى في معامل يا دكتور علاء دلوقتي بقت من منازلهم تتصل بالدكتور يجي يسحب العينه، انا ما اعرفش عشان يعمل مسحه، انا ما اعرفش ده هو جاي منين ولا من معمل ايه، ولكن للاسف بدا يحصل. هل انتوا طلبتوا من الوزيره ان يتم فتح الطريق امام المعامل الخاصه بشكل معتمد عشان تروح وتسحب عينات وفقا لاسعار او لائحه تسعير محدده؟ هو لو حضرتك احتاجت الوزاره لدخول معامل اخرى او لخطه اخرى لهذا الكلام، بالتاكيد الوزاره هتقوم بيه. لكن هو اللي حصل حاليا ان المعامل المركزيه اللي احنا بدات الوزاره بمعمل في كل محافظه او كده، المعامل ده هي زادت لاثنين وثلاث معامل في كل محافظه بحيث انها تقدر انها تستوعب اكثر. الحاجه الثانيه برضو زي ما معالي الوزيره ذكرت، ان الموضوع يا جماعه ان الحكايه مش المسحه دي هي نهايه المطاف. يعني هو النهارده في العالم كله الاسلوب الجديد ان انت لو في اعراض قويه، ودي بتتم حتى بتحليل دم باشعه مقطعيه او باشعه عاديه حتى لو لما تتوفر الاشعه المقطعيه، فده في الحاله اللي هي بتبقى احتمال فعلا الاصابه فيها واضحه في التحاليل وفي الاشعاعات وفي هذا الكلام، انت ممكن تبدا العلاج دون انك انت تنتظر ان انت تعمل مسحه او المسحه بعد كده نتيجتها على ما تطلع وكده، لان ده بيأخر في العلاج. طبعا ده الترند الجديد وده الاسلوب الجديد دلوقتي في البروتوكول. خلي بال حضرتك بروتوكول علاج الكورونا ده، يعني احنا دلوقتي بنتكلم يمكن في ثالث فيرجن، يعني هو باستمرار في ابديتنج، لان حضرتك عارف ان المرض ده اصلا مش شيء موجود. طبعا. والناس ماشيه على شيء تم. هو العالم كله بيجرب يعني. بالظبط كده. بالظبط. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور علاء عبد المجيد رئيس غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، ونتمنى يا رب يا رب إن اللي حصل النهاردة الاجتماع ما بين الوزيرة وما بين الكبريات المستشفيات الموجودة في مصر والدكتور علاء مع الوزيرة وفي الصورة، يكون النتيجة في أسرع وقت، لأن الكورونا مش هتستنانا. المريض اللي موجود محتاج يعمل محتاج جهاز تنفس صناعي، ممكن ما نقدرش نسعفه، في حالات كتير ما قدرناش ان احنا نسعفها وتأخرنا، فبالتالي ده بيؤدي الى زيادة اعداد الوفيات اللي احنا بنشوفها.